يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الخماسين المقدسة. السماوات المفتوحة، افتح لي يا رب باب السماء كي أتنعم وآكل من شجرة الحياة، وعند أوجاعي وآلامي تعزياتك تلذذ نفسي، فأنت معونة رجائي. أستنير بك وأذوق وأنظر ما أطيب الرب، أمتلئ من روحك ومن نورك وتسكن عواصف نفسي، وأمتلئ نارا حارقة هي نار حبك وحب إخوتي، وألبس ثوب برك في عدم فساد، وأنال الغلبة على الموت، وأمتلئ من مخافتك ومن الحكمة ومن مجدك وبهائك، وأنال مغفرة خطاياي وانفتاح بصيرتي، وأراك وأفرح بك، وأمتلئ من النعمة والحق، وأرفض العالم وكل ما فيه. ربي يسوع، لا تدعني أعود لي الأرضيات، بل أعني لأحيا دوما في السماويات.